مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير قراص جوز الهند. حلا سهلة وسريعة وبتنفع بكل المناسبات. عنا أول شيء كوبين سكر بودرة، ما بينفع نستعمل سكر عادي، هيدي الحلو لازم نستعملها سكر بودرة. وكمان عنا كوبين جوز الهند مبروشين وسط، ما جبت الناعم أو الخشن، جبت الوسط. وست بيضات، فصلت الصفار عن البيض، نحنا منا نستعمل البيض. بتمنى قبل ما نبلش بالطريقة تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وكمان شكر كبير للي عم يدعموني بالصفحة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكوب اللي عيرت فيه جوز الهند والسكر، نفس الكوب اللي حطه فيه بياض البيض. هلأ منحط المقادير كلهم مع بعض. كمان بخلطهم منيح. طريقة كتير كتير سهلة ورائعة، جدا طيبة، بتنفع لأعياد الميلاد، للحفلات، لكل شيء، بتنفع بضيافة على الأعياد، كتير بتستعمل هيدي الحلوة، جدا جدا بتستعمل. خلطهم منيح مع بعض ليتماسكوا كل الخليط منيح. صار عندي هيدا الخليط، راح نضيف بعد فوق نص كوب جوز الهند لتتماسك شوية بعد العجينة. هلأ صارت أفضل، حركهم منيح. هلأ بدي احطهم على ورق الزبدة، بشيل بالملعبة هيدا الشكل وبعملهم هني رخوين شوي بهيدي الطريقة. بحطهم كمان نفس الشيء بالملعقة. الملعقة بتعطينا الحجم المطلوب، يعني كلهم تقريبا بيصيروا قراب لبعض بالحجم. ممكن تعملوهم صغار ممكن كبار، انتو حسب الرغبة. أكيد عم حمل فرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بس يحمل فرن هلأ بحطهم بالفرن. هلأ بدي أعملكم قراص صغيرة. بالملعقة منزغر الملعقة بس، انتو بتختاروا يلي بتحبوا تعملوا راس صغيري او كبيري، هيدا الخيار بيرجع لإلكن. عرفتوا كيف؟ هولي راس حجمهم اصغر، كتير ناعمين هولي. استعملنا كوبين سكر بودرة، كوبين ونص جوز الهند، وكوب بياض البيض. شفتوا لاحظت انا بس تشرب الجوز الهند البيض والخليط منيح مسك شوي، شدوا شوي. هلا بحطهم بالفرن. هول قراص جوز الهند اللي عملتهم انا وياكم، اخذوا بالفرن 9 دقائق، اكيد حسب كل فرن. وانا حطيتهم
قراب للأسفل، وبس أخدوا لون من الأسفل حطيتهم قراب من الأعلى. هيدا الشكل قد ما فينا منحاول نبعدهم عن بعض عشان ما يلتصقوا بعض، مثل هون يلتصقوا معي. هيدا شكلهم النهائي، وهيدا الحجم الصغير. من الأفضل نعمل الحجم الصغير عشان هيدول حجمهم زيادة كبير، وإذا حبينا تطلع شوي سميكة من زيد جوز الهند، ما في أي مشكلة من زيد ملعتين طعم جوز الهند. هلأ بدي كفي الباقيين، منرجع منكفي مع بعض. هلأ راس جوز الهند بعد ما بردوا حطيتهم بالصحن. هيدا حجم القرص الصغير بهيدا الشكل. من الأفضل أنا بنصحكم تعملوا الحجم الصغير أفضل، وهيدا حجم القرص الكبير. القرص الكبير كأنه بده بعد ليستوي يتحمر من الأسفل، بياخد وقت أكتر. من الأفضل تعملوا الحجم الصغير. هيدا شكلهم النهائي. هولي قراص جوز الهند اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.